السلام عليكم طلاب، عندنا المحاضرة الثالثة نشرح اليوم، اللي هي أول موضوع فيها الـ Inverse Trigonometric Function، الدوالة العكسية. هنا أول شيء عندنا بعض متطابقات الدوالة العكسية: ساين إنفرس الزاوية زائد كوساين إنفرس الزاوية يساوي لي باي على 2، ساين إنفرس ساين ثيتا ساين إنفرس ساين ثيتا، هذه ساين إنفرس الزاوية مالتها هي ساين ثيتا، بشي يطلع لي ثيتا فقط، ساين إنفرس يروح ويا الساين، وساين ساين إنفرس ثيتا هماتين يساوي لي ثيتا، كوساين إنفرس ماينس إكس يساوي باي ناقص كوساين إنفرس إكس، وسيكنت إنفرس ماينس إكس يساوي لي باي ناقص سيكنت إنفرس إكس، وسيكنت إنفرس إكس يساوي لي كوساين إنفرس واحد على الزاوية. كوسيكنت إنفرس الزاوية يساوي ساين إنفرس واحد على الزاوية. إحنا كان عندنا السيكن هو مقلوب الكوساين، السيكن إنفرس هو كوساين مقلوب الزاوية، وأيضا عندنا الكوسيكنت مقلوب الساين، هنا بالإنفرس الكوسيكنت ساين يساوي ساين مقلوب الزاوية، والكوت كان عندنا مقلوب التان، هنا الكوت إنفرس هو تان إنفرس مقلوب الزاوية. أيضا عندي الواي ساين إنفرس إكس يساوي لي، إذا عندي هالشكل عندي واي تساوي ساين إنفرس إكس، إذا أريد إكس تساوي لي ساين واي، واي تساوي ساين إنفرس إكس، الإكس تساوي ساين واي، إذا واي عندي تساوي كوساين إنفرس إكس، إذا هذه مو هذا شلون كمثال، واي تساوي كوساين إنفرس إكس، إذا أردت الإكس إكس تساوي لي كوساين واي، تمام؟ وهكذا بالنسبة للباقيات، إذا الواي تساوي لي سكند إنفرس إكس، إذا أريد الإكس هي سكند واي بلا إنفرس، كلهم بهالطريقة، مجرد إنه الواي إذا تساوي لي ساين إنفرس للإكس، إذا الإكس تساوي لي ساين واي بلا إنفرس، بلا إنفرس. زين مشتقات الدوال للإنفرس شنو؟ هنا مشتقة مالتهم تختلف الإنفرس. مشتقة الانفرس جيونومتريك فانكشن تختلف. الساين انفرس الزاوية شنو مشتقتها؟ مشتقة الزاوية هذه مشتقة زاوية الساين انفرس، مشتقتها على واحد ناقص زاوية تربيع. هنا مو خلي ننتبه ديو على دي اكس في مشتقة الزاوية، لا، انا دا اقول لك انه ديو على دي اكس هي مشتقة الزاوية، واحد ناقص يو تربيع دا اقول لك انه اليو هي الزاوية تربيع، مشتقة الزاوية على جذر واحد ناقص زاوية تربيع، هذه الزاوية المضروبة بالساين إنفرس. كوساين إنفرس شو المشتقة مالتها؟ ماينص مشتقة الزاوية على واحد ناقص زاوية تربيع، نفس الساين إنفرس، كوساين إنفرس نفس الساين إنفرس، بس عندي هنا إشارة سالبة. التان والكوت، التان إنفرس والكوت إنفرس أيضا المشتقة مالتهم نفسها، القانون مال المشتقة، مشتقة الزاوية على واحد زائد الزاوية تربيع، بس بالتان أكو إنفرس، العفو بالكوت اكو انفرس، اذا الساين والكوساين نفس القاعده بس بالكوساين اكو انفرس، والتان والكوت نفس القاعده بس بالكوت اكو انفرس، السيكنت والكوسيكنت ايضا نفس القاعده، انه مشتقه السيكنت انفرس مشتقه الزاويه، هذه زاويه السيكنت على مطلق الزاويه تحت الجذر زاويه تربيع ناقص واحد، الكوسيكنت نفس الشيء لكن اكو بالكوسيكنت ماينس، دولي نفس الشيء، التان والكوت نفس الشيء، السيكنت والكوسك نفس الشيء، ما عدا الإشارة السالبة، ما عدا الإشارة السالبة، هذا قانون المشتقة ينحفظ، يعني راح نعرف شلون طبقة مشتقة الزاوية، مطلق الزاوية، تحت الجذر، زاوية تربيع ناقص واحد مسبوق بإشارة سالبة. عندي مثال y تساوي لي exponential sin inverse cosine x، دالة أسية مرفوعة، الأس مالتها هو شنو؟ الأس مالتها sin inverse، دالة inverse عكسية، زاوية السين inverse شنو؟ cosine x، زاوية مالتها هي دالة مثلثية. شنو المشتقة؟ عندنا مشتقة الدالة الأسية شنو؟ نفسها في مشتقة الأس، نزلت نفسها في نجي نشتق الأس مالتها،
الأس شنو؟ الأس هو دالة مثلثية، ساين إنفرس شنو مشتقة الساين إنفرس؟ مشتقة الزاوية مالته على تحت الجذر واحد ناقص زاوية تربيع. مشتقة زاوية الساين على تحت الجذر واحد ناقص الزاوية تربيع. ديو على دي إكس على واحد ناقص يو تربيع، هذه مشتقة الساين إنفرس. إذن مشتقة الزاوية مالت الكوساين شنو؟ ماينص ساين على تحت الجذر واحد ناقص الزاوية تربيع كوساين تربيع فقط لا غير. دالة أسية شنو مشتقتها؟ نفسها في مشتقة الأس، نزلت دالة الأسية نفسها. نجي على الأس، الأس هو دالة إنفرس. نجي ساين إنفرس شنو القاعدة مالته؟ المشتقة مالته تقول مشتقة الزاوية على واحد ناقص الزاوية تربيع تحت الجذر. إذن مشتقة الزاوية هي كوساين، زاوية الساين شنو؟ ساين إنفرس كوساين، مشتقتها ماينص ساين إكس على تحت الجذر واحد ناقص زاوية تربيع واحد ناقص كوساين تربيع. مثال لوح عندي، ثلاثة مرفوع على الأس كوت إنفرس، كوت إنفرس إكس تربيع. ثلاثة هذا المثال هالشكل، ثلاثة واي تساوي مرفوع على الأس كوت إنفرس إكس تربيع. شنو المشتقة مالتها؟ رقم مرفوع المتغير. هذه الدالة شلون مشتقها؟ نفسها في لين الأساس في مشتقة الأس، هذه نزلت نفسها مضروبة في لين الأساس في مشتقة الأس. الأس مال ثلاثة شنو؟ كوت. شنو مشتقة الكوت؟ مشتقة الزاوية على واحد زائد الزاوية تربيع. كوت إنفرس شنو؟ نرجع لقاعدة مالته، شنو المشتقة مالته؟ مشتقة الزاوية ماينص مشتقة الزاوية على واحد زائد الزاوية تربيع. الزاوية 2x مشتقتها 2x على 1 زائد x تربيع، يصير x للأس 4. هذه شنو الدالة؟ ax اي للأس fx، رقم مرفوع الفد متغير فد معادلة. شنو المشتقة مالته؟ نفسه في لين الأساس في مشتقة الأس، نفسه نزل في لين الأساس لين الثلاثة في مشتقة الأس. الأس هو كوت إنفرس، شنو مشتقة الكوت إنفرس؟ مشتقة الزاوية على واحد زائد زاوية تربيع، طبعا مسبوق بماينص، فصار سالب 2x على واحد زائد x تربيع. x تربيع للأس 2 لأن هي أصلا تربيع، فترفع الأس 2. عندي مثال لوخ، إكسبونينشال مرفوع للأس y في ساين إنفرس x تربيع. شنو الحل مالته من أشتق هذه المعادلة dy على dx؟ شنو مشتقة الإكسبونينشال؟ نفسه في مشتقة الأس، نفسه. خلنا نشرحها بورقة. e للأس exponential y sin inverse x تربيع dy على dx تساوي نفس الدالة الأسية تنزل في مشتقة الأس. الأس شنو؟ y في sin inverse x تربيع، يعني ضرب دالتين. الأس هو حاصل ضرب دالتين، الأولى في مشتقة الثانية. ثانية شنو؟ ساين إنفرس. شنو مشتقة الساين إنفرس؟ مشتقة الزاوية على تحت الجذر واحد ناقص الزاوية تربيع، إكس تربيع صار إكس قوة أربعة. إذن الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية ساين إنفرس في مشتقة الأولى. الواي شنو مشتقتها؟ واحد. دالة أسية. شنو مشتقة الدالة الأسية الإكسبونينشال؟ نفسها في مشتقة الأس، نفسها في. نجي نشتق الأس، الأس حاصل ضرب دالتين، الأولى واي في مشتقة الثانية، الثانية ساين إنفرس. شنو مشتقة الساين إنفرس؟ مشتقة الزاوية على تحت الجذر واحد ناقص زاوية تربيع، إكس تربيع. شنو مشتقتها؟ اثنين إكس على واحد ناقص إكس تربيع، تربيع صار إكس القوة أربعة، زائد الثانية ساين إنفرس إكس تربيع في مشتقة الأولى فقط. عندي مثال لوخ، y تساوي لي tan inverse تحت الجذر x زائد واحد.
تان انفرس تحت الجذر اكس زائد واحد. المشتقة مال تان انفرس شنو؟ مشتقة الزاوية على واحد زائد زاوية تربيع. تان انفرس مشتقة الزاوية على واحد زائد الزاوية تربيع. فدي واي على دي اكس تساوي لي مشتقة الزاوية على واحد زائد الزاوية تربيع. الزاوية هي شنو؟ زاوية تان انفرس هي جذر. شنو مشتقة الجذر؟ مشتقة داخل الجذر على اثنين نفس الجذر. إذن نجي مشتقة داخل الجذر واحد على اثنين نفس الجذر على دي واي على دي اكس مشتقة تان انفرس مشتقة الزاوية على واحد زائد الزاوية تربيع. مشتقة الزاوية زاوية جذر، مشتقة داخل الجذر على اثنين نفس الجذر، واحد زائد الزاوية تربيع. مشتقة الزاوية على واحد زائد الزاوية تربيع. الزاوية هي جذر، شو مشتقتها؟ مشتقة داخل الجذر على اثنين نفس الجذر، ويساوي لي واحد على اثنين جذر اكس زائد واحد في هذا ينقلب شي يصير واحد على واحد زائد جذر اكس زائد واحد الكل تربيع مع تربيع. مشتقة داخل الجذر التان انفرس شنو المشتقة مالته؟ مشتقة الزاوية على واحد زائد الزاوية تربيع. الزاوية هي جذر، مشتقة داخل الجذر على اثنين نفس الجذر على واحد زائد الزاوية تربيع، واحد زائد الزاوية تربيع. نقلب القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني، نزل البسط في مقلوب المقام، صار عندي بهالطريقة. الخطوات الباقية بالسؤال هي خطوات تبسيطية. صار عندي هذا جذر اللي اكس زائد واحد كل تربيع، تربيع يلغي الجذر، يبقى عندي واحد زائد اكس زائد واحد في واحد على اثنين جذر اكس زائد واحد. مجرد هنا طبقنا القاعدة، مشتقة الزاوية على واحد زائد زاوية تربيع. مشتقة التان انفرس هي مشتقة الزاوية على واحد زائد زاوية تربيع. الزاوية هي جذر، مشتقة داخل الجذر على اثنين نفس الجذر. قلب القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني، التربيع يلغي الجذر راح يصير بهالطريقة، واحد زائد اكس زائد واحد في هذا ينزل، هنا يصير اثنين زائد اكس واحد بواحد، اثنين زائد اكس في اثنين جذر اكس زائد واحد. وصلنا الموضوع إذا خلصنا من الانفرس تريجونومتريك فونكشن. عندنا المشتقات العليا، المشتقات العليا جدا بسيطة، مجرد انه ناخذ مثال يقول لي جد دي بهالطريقه من يخلي لي هذه التلافه، يقول جد دي واي على دي اكس اكو ثلاثه هنا وثلاثه عدي. شنو يعني؟ يعني المشتقه الثالثه، يعني اشتق المعادله ثلاث مرات، او يقول لي ثيرد مشتقه ثالثه. فاين دي واي دي اكس اف اف اكس تساوي هذه المعادله، شو يريد؟ يريد المشتقه الثالثه، يريد المشتقه الثالثه. اجي اقول دي واي على دي اكس تساوي لي هذه شنو مشتقتها؟ 12 اكس تكعيب زائد 2 ناقص 12 اكس. هسه شنو اسوي؟ مشتقه ثانيه اشتقها مره لك، هذه هي المعادله، واي تساوي لي واي تساوي او اف اكس تساوي 3 اكس قوى 4 ناقص 2 اكس ناقص 6 اكس تربيع ناقص 4. دي واي على دي اكس مشتقة عادية تساوي 12 اكس قوى 3 ناقص زائد زائد 2 ناقص 12 اكس، هذه مشتقتها صفر. المشتقة الثانية ايش تساوي لي؟ 3 في 12 36 اكس تربيع 2 مشتقتها صفر ناقص 12. هو شي يريد مشتقة ثالثة. هسه المشتقة الثالثة 72 اكس وهذه صفر، يعني مشتقة ثالثة اشتقها ثلاث مرات، مشتقة رابعة اربع مرات، مشتقة ثانية مرتين. هذه هي المشتقات العليا. هسه دا يقول لي هنا بالمثال find the third derivative، المشتقة الثالثة رايت شنو المعادلة؟ المعادلة واي تساوي جذر الاكس،
واي تساوي جذر الاكس، اقدر اشتقها مشتقه داخل الجذر على 2 نفس الجذر، واقدر اطلع من الاس حول الاس مالتها يصير 3 على 2، 3 قوه مال الاس على القوه مال الجذر 3 على 2 تصير ابسط المشتقه مالتها. دي واي على دي اكس تساوي 3 على 2 اكس قوه نصف. المشتقه الثانيه هذه مشتقة أولى، المشتقة الثانية إيش راح تصير؟ 3 على 4 إكس قوة سالب نص، 1 على 2 في 3 على 2 3 على 4 إكس، 1 على 2 ناقص 1 ناقص 1 على 2. المشتقة الثالثة شنو؟ سالب 1 على 2 في 3 على 4 سالب 3 على 8 إكس، سالب 2 ناقص 1 سالب 3 على 2. اشتقيناها مرة أولى، رجعنا لهذه المشتقة الأولى، رجعنا لهذه المشتقة اشتقيناها صارت مشتقة ثانية، جينا لهذه المشتقة اشتقيناها صارت مشتقة ثالثة. صارت عندي بهالطريقة الاكس نزلناها، هذه الاكس نزلناها للمقام، تصير من تنزل المقام الاس مالتها يصير موجب ونرجعها جذر، رجعناها جذر. بعدين هذه شنو شلون صارت واي؟ السؤال ايش قايل لي؟ واي تساوي جذر الاكس تكعيب، فشلنا الاكس تكعيب وخلينا مكانها واي. لكم يا ورقة، واي تساوي جذر اكس قوة 3، واي تساوي اكس قوة 3 على 2. نجي نشتقها مشتقة اولى، 3 على 2 اكس قوة نصف. ثلاثة على 2 للإكس، 3 على 2 نطرح من الأس 1 صار 3 على 2 إكس قوة نصف. هسا مشتقة ثانية مش تساوي 1 على 2 في 3 على 2 3 على 4 إكس قوة نص، نطرح منها 1 تصير ماينص 1 على 2 الأس. نجي نشتقها مشتقة ثالثة، سالب 1 على 2 في 3 على 4 سالب 3 على 8 اكس قوة سالب 3 على 2 نصف، فرحنا منعتها 1 صارت سالب 3 على 2. هسه تي واي على دي اكس المشتقة الثالثة ايش راح تساوي لي؟ الاكس سالب 3 على 8 انزلها بالمقام تصير الاس مالتها موجب، نزلها المقام حتى يصير الاس موجب، وتساوي سالب 3 على 8 ارجعها للجذر اكس قوة 3، القوة مالتها 3 والجذر تربيع 2، نزلتها المقام صار الاس موجب، بعدين رجعت تحت الجذر، هذه الثلاثة هي مالت الاس مال اكس والمقام هو القوة مال الجذر، وتساوي لي جذر التكعيبي العفو جذر التربيعي للاكس تكعيب اللي هو شنو؟ هذه القيمة طلعت لي هي نفسها قيمة الواي المعطيني اياها بالسؤال، اقول يساوي سالب 3 على 8 اشيل هذا الجذر اخلي مكانه واي، اللي هو ده يقول لي واي تساوي جذر الاكس تكعيب. مجرد اشتق مره اولى والمشتقه الاولى اشتقها مره ثانيه والمشتقه الثانيه اشتقها مره ثالثه وهكذا عدد المرات اللي طالب بيها مشتقه يا مشتقه يريد. هسه هنا رايد مشتقه الثالثه، واي تساوي لي 1 على اكس زائد جذر التربيعي للاكس تكعيب، نفس الشيء طلعناها من الجذر حتى لا تصير مشتقة داخل جذر على 2 نفس الجذر وتبقى جذور وشوية المشتقة مالتها صعبة أو مزعجة، فمجرد طلعتها من الجذر 3 على 2 القوة مالتها أجي أشتقها، وهنا الإكس رفعتها للبسط صعدتها للبسط حتى ما يصير عندي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط من مشتقة المقام، لا رفعتها للبسط فصار الأس مالتها سالب 1، هذه طلعتها من الجذر وهذه رفعتها للبسط صار الأس مالتها سالب 1. هسه أجي أشتقها، شو المشتقة مالتها؟ الإكس قوة سالب 1 تصير مشتقتها سالب إكس سالب إكس قوة سالب 1 يروح من عندها 1 للأس سالب 2 زائد 3 على 2 اكس 3 على 2 يروح من عندها 1 يبقى نصف. نشتقها مشتقة ثانية، هذه شنو مشتقتها؟ سالب في السالب موجب، موجب 2 اكس قوة شقد سالب 2 يروح من عندها 1 يصير سالب 3 زائد 1 على 2 في 3 على 2 3 على 4 اكس قوة شقد سالب نص، نص يروح من عندها 1 ناقص 1 يبقى سالب نص.
هذا شنو مشتقتها؟ سالب مشتقة الثالثة سالب 3 في 2 سالب 6 اكس قوة شقد سالب 4 سالب 3 ناقص 1 سالب 4 سالب 1 على 2 في 3 على 4 سالب 3 على 8 اكس سالب نص سالب 1 نطرح من عندها 1 سالب 3 على 2 نفس الشيء راح نسوي الاكس ننزلها للمقام حتى تصير الاس مالتها موجب وهذه الاكس نفس الشيء نزلناها المقام ورجعناها تحت الجذر في البداية هذه رفعناها للبسط وهذه طلعناها من الجذر صارت أسها 3 على 2 وهذه صار أسها سالب 1 جينا اشتقينا مشتقة أولى هذه مشتقة أولى سالب قلنا المشتقة شنو نضرب الأس بالرقم اللي موجود هنا احنا الرقم مش قد 1 فسالب 1 في 1 1 يعني فصار سالب X قوة سالب 2 زائد 3 على 2 X قوة نص مشتقة صارت سالب x قوى سالب 2 زائد 3 على 2 x قوى 1 المشتقة الثانية شنو سالب السالب موجب 2 x قوى سالب 3 1 على 2 في 3 على 2 3 على 4 هنا راح من الأس 1 فصارت ماينس نص بعدين سالب 3 في 2 سالب 6 راح من الأس 1 وهو أصلا ماينس فصار سالب 4 ناقص 1 على 2 في 3 على 4 سالب 3 على 8 x قوى سالب 3 على 2 نزلنا بالمقام صار الأس مالته موجب وهذه الإكس نزلناها بالمقام رجعناها تحت الجذر هنا هذه التكملة مال المحاضرة الثالثة هو أمثلة إضافية على المواضيع اللي أخذناها بالمحاضرة الأولى والثانية والثالثة أمثلة إضافية خليت لكم كمثال إضافي تمام خلصت المحاضرة الثالثة